اللي فيها الحكي نوشات. اي عقب ما قريت اللي حكينا فيه البارح كله وكتبته قلت تدري نمشي وتجي على الطبيعه. وهالشيء اللي تشوفونه جاني منهم، ما هو من الفرص الضايعه. قلت انا معي طياره اللي جيت فيها خذها ورحت جد، وشهر ما شفناه. انه دائما فيه فرص ودائما تضيع. يقولون لا ندعمهم وحنا نعرف انه لا هذا بيسبب ضرر لهم، لكن حافظ الاسد هددني بالقتل وانه بيشق الفلسطينيين نصين وبيخليهم كلهم يصيرون ضدي. ما هو للعالم بس للمواطن السعودي، دولتكم قيادتكم مواقفها ترفع الراس. وصلنا الى اتفاقيه اوسلو في عام 93، ولكن ومعروف ايش حصل في اوسلو، ومعروف ابو عمار ورابين وبيريز جو واشنطن ووقعوا اتفاقيه اوسلو واعترفوا مع بعضهم الشيء اللي كان حرام اول على الجميع. لكن ما يمكن ننسى في هاللحظه مرحله مهمه ما بين الفتره اللي ما كان فيها اي تحرك ايجابي تجاه القضية الفلسطينية، ورغم كل المواقف اللي ذكرتها في سواء أبو عمار رايح لصدام ولا يرقصون في نابلس فرحة بضرب الرياض وإلى آخره، مع كل هذا مع كل الألم، ومع أنه كان ما لنا قطعة علاقات كاملة مع أبو عمار وجماعته، بس ما قطعنا علاقاتنا مع القضية الفلسطينية. فلسطين مي بهذا ولا ورؤسائها، فلسطين هي فلسطين، هم يتسببون في الضرر مو بحنا. وإذا حصل شيء سواء مقاطعة مثل ما حصل بعد تحرير الكويت وإلى آخره، هم السبب. بعد الحرب مباشرة أمر الملك فهد أني أعمل مع الرئيس بوش الأب ووزير الخارجية بيكر بسرعة على أساس أنه يعمل شيء للسلام، خدمة السلام. ثم اتفق وهم جاء الأمير سعود وجلس هو بيكر وأنا معهم في 91، واتفق على أنه وصار بحث مع غورباتشوف وقتها، وصار الاتفاق على أساس أنه يصير مؤتمر في السلام في مدريد. كان في أكتوبر 91. كان مهم جدا ليه؟ لأنه الراعيين له كانوا الدولتين العظمى أمريكا والاتحاد السوفيتي. عشان نحضر لمؤتمر مدريد زي ما قلت أهميته إنه كان برعاية الدولتين العظمى، وبيحضر الرئيس بوش والرئيس غورباتشوف. الرئيس الأسد قرر إنه ما يحضر، فكلفني الملك فهد رحمة الله عليهم كلهم إني أروح أقابل الرئيس الأسد. وقابلت الرئيس الأسد في قصره في اللاذقية، وبعد حوار طويل قلت له أو وضحت له تفاصيل رأي الملك فهد وكيف هذا يخدم سوريا ما يضرها، ويخدم الثقل العربي تجاه القضية الفلسطينية. فأفهمت الرئيس عليك حمل الجولان محتلة ونبيها تتحرر إن شاء الله، وحمل القضية الفلسطينية، فما يمكن الأمة العربية كلها تروح، الدول العربية المهمة، دول الخليج ممثلة بأمينها عام وأنا كنت معه، ومصر والفلسطينيين والأردن ولبنان إذا أنت رحت، لأنه قال ما نروح إلا يروح السوري، وتكون سوريا غايبة بحضور الدولتين العظمى. هذا ما هو فكر شوي، وجالس أنا وياه في الصالون ويطل على بلكونة كبيرة يطل على البحر، وأشوف فيها شاب من الأمن حقه معه كليشنكوف يمشي رايح جاي. الله يرحم حافظ الأسد، له سيئات وله حسنات، لكن له مواقف معينة أنا أتذكرها الآن، أنه ما عمره كذب علي، لكن عشان يوافق كان من أصعب الأشياء أنك تأخذ منه موافقة، بس إذا وافق التزم. قال لي أنا بوافق،
وأنا بأرسل وفدنا ويرأس فاروق الشرع. وأكيد الإخوان اللبنانيين إذا حبوا يروحوا، قلت له يا فخامة الرئيس إذا أنت رحت بيروحون اللبنانيين. قال طيب، وكان وزير خارجيتهم وقتها بويز، السيد بويز. بعدين قال لي جملة ما أنساها، قال بس اسمعني زين، شايف الشاب اللي هناك اللي هونيك؟ قلت له إيه. قال لي بعد ما نعلن رايحين نحضر اجتماع وجه الوجه موجودة فيه إسرائيل، إيه ما بعرف أعطيه ظهري ولا لا. عرفت حجم الإشكالية بالنسبة له داخليا أمنيا حزبيا. وبعدين بعد ما فكرت فيه بعدين، ما هو غريب أن شحنت الناس بفكرة معينة وفجأة صارت فرصة بدون ما يكون عندكم فرصة تقنعون المواطن بالحكمة والمصلحة العامة اللي تقتضيها. قلت له يا فخامة الرئيس بالعكس، أنت شعبك، أنت قدوة لشعبك وهم واثقين فيك، وإذا أنت قررت تعمل هالشيء بيقتنعون بإذن الله. ورحنا مدريد وصار اللي صار. حدث بسيط في مدريد، واحد موظف صغير في الوفد الفلسطيني كان لابس كوفية فلسطينية على كتفه، وكنت أنا جاي بدخل أنا والأخ عبدالله بشارة بندخل صالة الاجتماعات، ولقينا فيه كلام طويل وأصوات مرتفعة. وقفنا ورحنا، خير وش فيه؟ قالوا لي إن الوفد الإسرائيلي معترض على هذا الفلسطيني اللي لابس كوفية على كتفه. ليش؟ قالوا ما يمكن يدخل، لازم يشيلها عشان يدخل. أنا الحقيقة شفت أن النقاش كله كان ساذج، لكن خذتني الحمية. أرضهم ماخذينها وبعد ما يقدر يلبس كوفيت على كتفه. قلت لحظة، إذا ما دخل الشاب هذا الفلسطيني باللبس اللي يبيه يعتبره وطني. أنا والأخ عبد الله بشار يعني حنا الوفد دول الخليج بننسحب. يوم فكرت بعد اللحظة حاس هامة، يعني ما فيه، لازم يكون الإنسان دائما مستعد أنه يكون منطقي، وإذا إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. فوقفت وقلت ولكن أنا أشيل الكوفية الفلسطيني هذا الشاب من كتفه، إذا أعضاء الوفد الإسرائيلي اللي لابسين اليرمك على رؤوسهم يشيلونها هم بعد. سكتوا الناس اللي كنا نحكي معهم، أمن الأسباني والأمن الأمريكي والظهر في ناس من الإسرائيليين. المهم جانا جيم بيكر، خير؟ قالوا له، قال أنا الحين عرفت ليش فيه مشكلة في الشرق الأوسط. إذا منتم متفقين واحد بيلبس وش يلبس كل واحد زيه الوطني، في عندنا مشكلة أكبر مما تصورت. قلت له جيم ويلكم تو ذا ميدل إيست. ضحكنا، قال اسمعوا لا تضيعون وقتنا، الرؤساء غورباتشوف بوش في الطريق جايين، كل يدخل وياخذ كرسية بالشكل اللي يبيه وخل مشينا. يمكن بعض الناس يعتقد هذه قصة سخيفة، لكن لها معنى أعمق، لها معنى أعمق، اللي يبي يفهمها يفهمها. فبعد هذا وبعد أوسلو جاء عام 95، صارت استمرت فوضون مع بعضهم، والآن ما عاد صاروا يحتاجون وسيط يجلس بينهم أو لقاءات سرية، صاروا يجلسون علناً ويتقابلون وإلى آخره. في 95 صارت اجتماعات حضرها السوري وحضرها الفلسطيني والإسرائيلي، لكن أصروا السوريين أنه يكون ما يكون لقاء مشترك عربي فلسطيني، عربي إسرائيلي، الفلسطيني مع الإسرائيلي والسوري مع الإسرائيلي. وابتدت ما هو في نفس الغرفة، وبعدين صارت مباشرة إلى آخره. من 95 إلى سنة 2000 هالمفاوضات تروح وتجي لكن ما أنتجت شيء ملموس. 2000
توفى الرئيس الأسد الله يرحمه، وتوقف السوريين عن التحرك في فترة معينة. الرئيس الجديد كان توه جاي وشاب وبيحاول يشوف وش الخطوات القادمة، وما كان عنده نفس الحضور والتأثير اللي كان لوالده في الدولة. وحصل اجتماع فلسطيني إسرائيلي أمريكي في كامب ديفيد في ديسمبر 2000، وعرض الرئيس كلينتون خطته النهائية. الآن احنا نوصل إلى أنه في يناير بعدها بشهر، شهر ونص تقريبا، بيصير يجي رئيس جديد يمسك، تنتهي ولاية كلينتون بيجي رئيس جديد. العرض اللي قدموه الأمريكان رفضوه الفلسطينيين. وبعد ما اطلعت أنا عليه وبلغت الأمير سعود الله يرحمه، ولا الأمير عبد الله رحمة الله عليه، جتني التوجيهات إن حنا كمان نرفضه. وبلغت الأمريكان حنا ما نقدر نأيد الاتفاق هذا. كذلك من التذاكي والتلاعب في القضية، الفلسطينيين أبو عمار كان يكرر إن عرضوا علينا شيء ما يمكن نقبله في كامب ديفيد، بس اللي ما يقوله إن الأمريكان وافقوا على إن فيه خلل ولازم يتحسن العرض. وفي يناير، أول يناير، صار اجتماع بين أبو عمار وكلينتون اللي فيه عرض العرض النهائي. اللي أوفى في تصوري أنا كان ممكن يغير شكل الخريطة كلها، والفلسطينيين كانوا مقتنعين فيه، لكن جاء من أقنعهم أو هذا عدم التوفيق اللي الله أعطاهم، إنه يمكن لأنه بوش الابن هو ابن بوش، ويقال أن بوش صديق للسعودية كثير، والابن كذلك بيكون صديق، ليش حنا نعمل اتفاق على عهد رئيس منتهية ولايته، نعمل اتفاق نرفضه ونوقفه وبعدين يجي الرئيس الجديد ناخذ الاتفاق اللي ما له. بلغت الأخوة الفلسطينيين إن هذا المفهوم خاطئ، والشخص الجديد اللي جاي عنده نظرة للسياسة الخارجية تختلف تماما عن اللي أنتم تتوقعونه. والآن أي شيء نقدر ناخذه وتأخذونه أنتم من الأمريكان كالتزام هذا في مصلحتكم. قالوا طيب اسأل، على الأقل أكدنا الكلام هذا من الرئيس المنتخب. اتصلت بالرئيس بوش الابن المنتخب وقلت له ان الاخوان الفلسطينيين يعتقدون انه ما يوقعون اتفاق مع كلينتون والاسرائيليين لان انت تجي رئيس وبعدين يتحدثون معك ويصير اتفاق على عهدك. قال لي الرئيس المنتخب جورج الابن، يا بدر تعرفني زين، انا بقول لك ثلاث اشياء لك أنت. الشيء الأول تقدر تقولها للفلسطينيين، والنقطتين الثانية أنت حر تقولهم ولا ما تقولهم. النقطة الأولى، أمريكا ما فيها إلا رئيس واحد في وقت واحد، لا حد يتفاوض معه إيش بيسوون بعد ما يصير رئيس. النقطتين الثانية لك أنت، وبغيت تقولهم قلهم، كامب ديفيد ما هو موتيل. أنا أستخدم كامب ديفيد عشان أروح مع عائلتي فيه أرتاح أو ألتقي بمسؤولين أمريكان، ماني بفاتح كامب ديفيد كأوتيل مثل ما كان يسوي كلينتون. الشيء الثاني، أنا ما أحب أتكلم بالتليفون. أنا بلغني أن الرئيس كلينتون أحيانا يحكي 4 ساعات مع أبو عمار على التليفون، أنا ما أحكي مع والدتي نص ساعة، كيف أحكي مع اللي بلقاه متفق عليه وموقع عليه الرئيس الامريكي؟ انا بلتزم فيه، غير كذا ما عندي لكم شيء. بلغت الفلسطيني، قالوا لي بس في مشكله ثانيه. وش هي؟ قالوا وزير الخارجيه اوريك كانهم يتهربون من الحل، كان ما يبون شيء يحرك
أمورهم عشان يخلص الشعب الفلسطيني من محنته. قالوا الوزير الخارجية القادم كان كولين باول توها، وكان تقليدي يعطونه مكاتب في وزارة الخارجية يبدأ يحضر نفسه عشان يستلم الوزارة بعد إداء القسم الرئيس الجديد. قالوا بلغنا أنه استقبل وفد إسرائيلي. كيف من هالحين هذا انحياز؟ طلبنا حنا وقالوا لنا لا ما عنده وقت يشوفنا. لحول. قلت لهم يا ناس كولن أنا أعرفه شخصيا زين، وأنا متأكد أن نظرته ما حتكون سلبية لكم، لكن لا تحجر، ما بعد صار وزير خارجية. أصروا، اتصلت بالوزير المنتخب أو المعين باول، وتمنيت عليه أنه يا أخي قابل الأخوة الفلسطينية، ما دام قابلت الإسرائيليين يعني حيكون شكلها ما هو إيجابي. فكر شوي قال لي طيب خليهم يجوني، بس ربع ساعة وبس. قلت دقيقتين، انبسطوا وراحوا، شافهم رجعوا. بلغوني الأمريكان عن العرض الجديد اللي بيقدمونه، وبلغوني أن الوفد الفلسطيني مبسوط من العرض الجديد. أنا ما عاد عندي ثقة أن الجماعة ما يمكن يخذلوننا مرة ثانية. فاستأذنت من الأمير عبد الله والأمير سعود الله يرحمهم، ورحت إجازتي السنوية في آخر السنة، وكنت في كولورادو. يكلمني الملك عبد الله الله يرحمه الأمير عبد الله، وقال لي إن أبو عمار في واشنطن، وإنه طلب وتمنى علي إنك ترجع واشنطن عشان تكون معهم. قلت طال عمرك إذا كانوا متفقين ما في، ما احتاج أنا أكون معهم. وكانوا مختلفين، أنا عندي شعور إن ما وجودي ما حيكون له تأثير. قال لي والله عاد هو أبلشني. فقلت له طيب، وإني أنا نسقت مع حسني مبارك الله يرحمه إنك أنت وزميلك السفير المصري تروحون تشوفون أبو عمار وتشوف. وصلت رجعت من أسبن والتقيت مع أبو عمار في بيتي، هو أنا وياه والسفير المصري، وحكينا عن الموضوع والأخري، وإنه شاكر ومقدر، ها وكيف أموركم، أمورنا ماشية طيب، في بس تفاصيل صغيرة، بكرة الصبح عندنا اجتماع في البيت الأبيض وبعدها يصير الإعلان، بس أنا اللي طلب منكم، يقوله لي أنا وزميلي السفير المصري الأخ فهمي الله يذكره بالخير. وش الطلب؟ قال أبيكم تأكدون أبغى أن الأمير عبد الله والملك الحسن والرئيس حسني مبارك يعلنون فورا بعد ما نعلن الاتفاقية هذه بين كلينتون وباراك رئيس وزراء إسرائيل وأنا، فورا يعلنون تأييدهم حتى هذه توازن الأمور بالنسبة لنا، وحتى سوريا ما تتحرش فينا. قال له السفير المصري يا فخامة الرئيس، إذا أنت أعلنت هذه مو بس بيعلونها، بيجون هنا ويأيدونك إذا حبيت. قلت أنا موافق. فيبغى المغرب والسعودية ومصر تعلن. قلت أنا وأنا أكد لك دول الخليج بتأيدك والأردن بيأيدك، ما في هنا إشكالية من هالناحية هذه. قال طيب وراح. ثاني يوم سألت صديقي السفير المصري وش رايك؟ قالوا أنا ابتديت أشك. قلت له خلينا أنت تتصل عن طريق وأنا بتصل عن طريق بالأمريكان ونشوف كيف الجو، فإذا كان يحتاج تدخل أنا وأنت نتدخل بسرعة، وإذا ما قدرنا على الأقل نبلغ رؤسانا يتحركون بسرعة لأن ما عاد في فرصة، بكرة اليوم الحسم. ثاني يوم يجينا مكالمة نص الصباح إن أبو عمار يرغب يشوفني أنا والسفير المصري بسرعة في مقر سكنه في الأوتيل. رحنا دخلنا عليه وسلمنا عليه وجلسنا ولينا ما هو زي العادة. فسألته أنا أخ أبو عمار ها طمنا، قال لا أبشركم الحمد لله الأمور مشيت. أكيد؟ قال أكيد.
طيب ليش ما اعلنتوها ولا؟ قال بس في نقطة صغيرة تتعلق بالأمن، وأنا جالس أنتظر بيجيني الآن رئيس السي آي إيه جورج تننت وقته، عشان بس في تعديل يمكن لغوي ولا شيء نقطة هنا، وبعد ما نخلصها برجع البيت الأبيض. قلت له الله يبشرك بالخير. قال له الأخ فهمي مبروك يا فخامة الرئيس، إن شاء الله بارك فيكم شكرا. في هاللحظة يدخل علي الضابط المرافق السعودي اللي هو نايف المزيني الله يذكره بالخير، قال واعطاني ورقه فتحتها الا فيها رساله تقول نرغب بندر يتصل فورا باسرع وقت بالبيت الابيض لان مستشار الرئيس الامن الوطني يبغى يحكي معه. قفلت الورقه نظرت في ابو عمار قلت عن اذنك يا فخامه الرئيس بطلع اخذ مكالمه. قال لي لا اخذ المكالمه بالتليفون هنا. قلت له انا ودي اتكلم من برا. قال لي طيب في تليفون في الغرفه. قلت يا ابو عمار هذا موضوع عائلي شخصي بطلع برا اتكلم وارجع. وقمت طلعت برا طلبت الى المستشار الرئيس الوطني الامن الوطني كلينتون يقول لي ابو عمار تاخر وترى ما عاد فيه وقت لازم نعرف رده. قلت ابو عمار يقول لكم اتفقتوا خلاص. قال لي يقول مو بصحيح. قلت له كيف؟ قال لي مو بصحيح، ما خذيت الا الصوت تغير. كلينتون كان موجود الظهر في الغرفه كان موجود وخذ السماعه وحكى معي. قال لي اسمع يا بندر انا جبت اتفاق ما يمكن احد يجيب ما جابها احد قبلي للفلسطينيين، وقبل يومين او ثلاث براك اتصل فيني وقال ترى انا ما اقدر اوافق امشي في هالاتفاق لانه ما عندي تأييد له في اسرائيل وفي حكومتي. يقول وانا قلت لبراك ان هالاتفاق اللي وصلنا له معكم ما حيتغير ولا اقبل، واذا انسحبتوا منها او رفضتها باطلع انا علنا واعلن ان اسرائيل هي اللي فشلت اتفاقية السلام اللي كان مقترحة وكان موافق عليها مسبقا. وبالتالي أنا قلت لأبو عمار نفس الشيء، وهو يبغى يغير فقرات ما أقبل أغيرها ولا نقدر نغيرها، وعندي موافقة إسرائيلية الآن إذا جاء أبو عمار وأعلن هنا وأنا وياه هالإعلان براك بيجي هنا وثلاثتنا نطلع ونقول إن عندنا اتفاق ونحدد ونوقع الاتفاق. قلت له بس أبو عمار يقول متفقين يا فخامة الرئيس. قال لي كذاب، وقال بروح واجيكم بعد نص ساعة الآن لنا ساعتين ننتظر. بغيت أبكي، كان قلبي محترق. كيف ضاعت الفرصة مرة ثانية ويمكن تكون مرة أخيرة؟ وأفكر لكني شفت كأني شايف شريط فيديو قدام عيني، فرصة تجي فرصة تضيع، بعد ما تضيع الفرصة نوافق على اللي رفضناه نجي نحطها على الطاولة يقولون الناس ما في شيء على الطاولة، تجي وهلم جرة تكرار تكرار. المثل اللي يقول التكرار يعلم الشطار احتراما للمشاهدين والأخوة والأخوات السعوديين وللفلسطيني الشعب الفلسطيني. لكن هذا اللي حصل. رجعت للغرفة وقلت لأبو عمار بسألك سؤال مرة أخيرة، أنت متفق أنت والرئيس كلينتون؟ قال لي نعم. قلت له طيب أجل مبروك. وقف وعانق الأخي. المهم قلت طيب أنا أستأذن أبا أمشي. قال لي وين؟ لا لا ما تمشي تقعد هنا معانا إلين نخلص. قلت أنتم خلصتوا؟ قال لي لا لازم أرجوك ولازم تكونوا ولازم تشاركونا في الاحتفال. قلت له اسمع أبو عمار، فيه سفير مصر وهي أكبر دولة عربية وأخي وزميلي يمثل كل العرب، هو باقي عندك هنا ناظر فيني الأخ ما فهمي مثل يقول وش اللي حاصل. أنا لازم أمشي لأن عائلتي في المكان اللي تركتهم فيه في الإجازة، وأنا برجع للإجازة وأنا أبارك لك والله يوفقكم بتفرج على التلفزيون وأفرح معكم.
ويصير عندي فرصة كمان أبلغ الأمير عبد الله والأمير سعود والأمير سلطان والجميع المسؤولين عندنا أنه الحمد لله تحررت فلسطين مثل ما كان يقوله أبو عمار. أصر ما أمشي ومسكني جريته وصرنا نجر بعض وأنا طالع إلين وصلته لسنصهر وهو رافض يفكني. آخر شيء دزيته يا أبو عمار أنا بسافر وش تبي أنت؟ إذا كانك صادق وتقول وصلت للاتفاق خلاص ما تحتاجني. الضباط اللي معي والأمن الأمريكي فتحوا باب السير واركب السير وانزل واركب سيارتي وأكلم جماعتي قلت اطلعوا المطار حنا بنمشي الليلة هالحين أول ما تجهز الطيارة واطلب الأمير عبد الله يرحمه. ها يا بندر سبع ولا ضبع؟ قلت والله طول العمر ما أظن بيجي سبع بس ضبع ما أدري وش. قالوا شلون؟ قلت أبو عمار يقول وصلنا لاتفاق وكلينتون توه كلمني يقول ما وصلنا لاتفاق وإذا ما وقعناه فأنا بسحب الاتفاق كله ماني محول الرئيس اللي عقبي لأن الرئيس اللي عقبي ما يبي شيء خليناه له مو منتهي. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. مهم موفقين يا بندر. قلت والله طول عمرها اللي تشوف. طيب وش بتسوي؟ قلت والله أنا برجع لعيالي إذا أذنتوا لي. قال توكل على الله وانتهت الطبخة. مع هذا مع كل اللي حصل جاني توجيه اني اتمنى على كلينتون انه ما يحمل الفلسطيني المسؤولية. وبعد اخذ وعادة طويل وعريض واتصال من الامير عبد الله بنفسه للرئيس كلينتون وافق كلينتون انه طيب ما نبقي لكل شيء لانه كان يقول انا بطلع وبقول المسؤول كذا وكذا كأنه ما توفقوا ولا وصلنا لحق. المهم بعد ما جاء الرئيس الجديد جورج بوش الابن حاول الامير عبد الله محاوله ثانيه ومجهود كبير وزار امريكا وزار الرئيس في مزرعته ووصلنا الى نقاط مهمه ووافق الرئيس جورج الابن انه كنا في اخر اكتوبر سبتمبر في آخر أغسطس داخلين على سبتمبر وإنه بيلقي خطاب في الأمم المتحدة وبيحط فيه فقرة عن القضية الفلسطينية وإنه أنا أعترف بالدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وإحنا بنعمل على تحقيق هالهدف وبعض الفقرات اللي حنا كانوا الفلسطينيين يطالبون فيها مننا. وكلف الرئيس بوش الابن وزير الخارجية كولين باول ورئيس الاستخبارات جورج تيننت ومستشارة الأمن الوطني كونديليزا رايس أن يجتمعون معي ونبدأ نحط الفقرة هذه في الخطاب باللغة والشكل اللي نتفق عليه بيننا. وبعد أخذ وعطى كلام كثير أرجع للرياض وأرجع للفلسطين إلين وصلنا إلى نص شبه متفق عليه. متى؟ يوم 8 سبتمبر يكلمني كولين ويقول أنا مضطر أسافر بكرة إلى أمريكا اللاتينية في اجتماع للدول أمريكا الجنوبية ولازم ألقي خطاب هناك وبرجع فبرجعنا يوم 10 سبتمبر في الليل. فيوم 11 سبتمبر نجتمع وننهي هذه واوديه للرئيس عشان اخذ الموافقه النهائيه عليه وبنمشي بعدها لنيويورك. قلت ما في مال انا ما عندي مشكله. اتصلوا بالباقيين واتفقنا يوم 11 سبتمبر بيكون اللقاء عشان نحرك القضيه الفلسطينيه في عهد الرئيس الجديد في اول سنه له. ما الله كاتب التوفيق لهم ولا للقضية للأسف. يوم 11 سبتمبر ما يحتاج إني أشرح وشو. صار آخر هم عند أمريكا وعند كثير من العالم
القضية الفلسطينية إلى أن صارت بعدها بعض المحاولات الأخرى. نرجع الأساس ليش أنا حبيت أطرح كل هالمواضيع، أطرحها لأن المواطن والمواطنة السعودية والمواطنين أخوان والأخوات في دول الخليج لازم يعرفون وش قادتهم دولهم عملت خدمة للقضية وبإخلاص، وإنه إذا كان نكران الجميل أو عدم الوفاء اللي شفناه الآن بالصوت والصورة من القيادات الفلسطينية هذا لن يؤثر في تعلقنا بقضية الشعب الفلسطيني، لكن مع هذول الناس صعب أنك تثق فيهم أو أنك تعتقد أنك تقدر تعمل شيء لخدمة فلسطين بوجودهم. وبالتالي رأيي الشخصي أنا أن الآن حنا في مرحلة مع كل الأحداث اللي صايرة في العالم، بدل ما يكون حنا مهتمين كيف نواجه التحديات الإسرائيلية عشان نخدم الجهة الفلسطينية، كمان حنا عندنا أمن وطني ومصالح، ودخل على الخط ناس يدعون أنهم يخدمون القضية الفلسطينية وأن القضية الفلسطينية هي الأولى عندهم والقدس هي هدفهم الأول، دول إقليمية مثل إيران ومثل تركيا، وصاروا القيادات الفلسطينية يعتبرون طهران وأنقرة أهم من الرياض والكويت وأبو ظبي ودبي والمنامة وعمان ومسقط والقاهرة. لا، زي ما ذكرت لكم في السابق رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ربي اغفر لي ولوالدي، علما بأن الجنة تحت أقدام الأمهات. احنا ما خرجنا على شيء ولا خرجنا حتى على شرع الله، احنا متبعين، واتباعنا هو نظرا لأنه نعيش في مرحلة واجب قياداتنا ولاة أمورنا هو الحفاظ على أمننا الوطني وعلى مصالح شعوبنا الأمنية والاقتصادية ورفاهها والاجتماعية. وحنا عايشين في بحر هايج حولنا، وحنا من الدول القلائل اللي هي جزر في وسط بحر هايج، واجب شعوبنا علينا أن نحافظ على الوضع اللي حنا فيه. مصر أكبر دولة عربية وشعبها العظيم اللي تشتغل ليل نهار عشان تفك الفلسطينيين من كل التحديات والتضييق على شعب غزة من قبل إسرائيل، بؤرة للإرهاب اللي يطلع منها ويروح ويقتل ويرتكب جرائم في سيناء وفي مصر. يا ناس، الله بالعين ما شفناه لكن بالعقل عرفناه. لا الشعب المصري ولا شعوب الخليج ولا كثير من الشعوب العربية ترضى باللي يشوفونه. تركيا تحتل ليبيا وتبي تحرر القدس بأنها تسحب سفيرها من أبو ظبي. إيران تبي تحرر القدس عن طريق الحوثي في اليمن ولا عن طريق حزب الله في لبنان وسوريا. الأمور واضحة وحدونا على قصانا هذولا. الآن اللهم أني بلغت ووفيت اللي عندي في قلبي، حكيتها للجمهور اللي يهمني مواطنينا. كل كلام قلته موثق ومعروف، وأنا راح أفتح صفحة في السوشيال ميديا اللي هي والتويتر والآخره، وراح أضع كل هالوثائق والكلام اللي حكيت فيه في هالصفحة. اللي يبغى يعرف تفاصيل أكثر بيلقاها فيه، ولا أنا ممكن أقعد أحكي معكم 10 ساعات عشان أقولكم كل التفاصيل، وما حعمل هذا. لكن أأمل وأرجو من الله سبحانه وتعالى أني وفيت بحيث أنه ما نجعل كذابين غشاشين غير أوفياء
ناكرين للمعروف ويحطون تقاليدهم وأسلوبهم في التعامل مع بعضهم فينا حنا. لا، حنا كمان لنا تاريخنا ونعرف تاريخنا ونعرف تاريخهم هم. وهذا اللي حبيت أني أشرحه لأخوتي وأخواتي المواطنين، لأهمية اللحظة والظرف اللي حنا نعيش فيها الآن. والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وشكرا اللي أعطيتوني وقت أحكي معكم في هذا. تصبحون على خير.